زاوية حرجة. عادت روسيا لتعلن عن وقف إطلاق نار مؤقت في حلب يوم الجمعة المقبل، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أسباب الوقف منح المعارضة مزيدا من الوقت لمغادرة المدينة. الإعلان الروسي جاء بعد يوم فقط من بيان للكرملين أكد أن موسكو لن تكون قادرة على تمديد الوقف المؤقت للغارات الجوية على حلب إذا استمر الثوار في هجماتهم. وتزامنا مع ذلك، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن بلاده قررت إرجاء المحادثات السياسية إلى أجل غير مسمى، متهما الولايات المتحدة بعدم الوفاء بالتزاماتها بالضغط على المعارضة لوقف الاقتتال. الولايات المتحدة الأمريكية ردت على التصريح الروسي على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي أن واشنطن تبذل جهودها من أجل استئناف اللقاءات السياسية بين النظام والمعارضة السورية للتوصل إلى حل في سوريا. الخطة الروسية تطرح للمرة الثانية بشكل أحادي الجانب ويوم واحد، يأتي هذا بعدما فشل بيان وقف القصف الذي عرضته موسكو على مجلس الأمن لثمانية أيام بالحصول على موافقات من الدول الأعضاء، كما فشل من قبله الوقف السابق والذي طبقته روسيا لثلاث أيام في حلب لإخراج الثوار من المدينة. احتمالات نجاح الخطة الروسية بالسيطرة على حلب بأقل التكاليف هو ما سنناقشه في هذه الحلقة من زاوية حرجة، فأهلا بكم. مستمعينا، ما هي احتمالات نجاح الخطة الروسية بإخراج الثوار من حلب؟ وما هي حقيقة وجود اتفاق روسي تركي في حلب يخالف أمال النظام في سوريا؟ هل تقف عروس الشمال السوري على بعد خطوات من معركة آخر الزمان؟ هذه الأسئلة أطرح على ضيفي في هذه الحلقة المحلل السياسي اللبناني أستاذ فيصل عبد الساتر ومدير مكتب صحيفة الحياة في موسكو الأستاذ رائد جبر. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك أستاذ فيصل. مرحبا بك. مرحبا بكم. نعم أستاذ فيصل، نتحدث عن العرض الروسي الجديد والوقف المؤقت لإطلاق النار الذي يفترض أن يتم يوم الجمعة المقبل، وفي البداية يعني لماذا ترددت روسيا بإعلان هذا الوقف، يعني بعد أن قالت أنها لن تمدد الهدنة أو أن الظروف غير سانحة لتمديد هذه الهدنة، هي اليوم تقول أنه سيكون هناك وقف يوم الجمعة المقبل، برأيك لماذا جاء هذا التردد؟ يعني اولا شكرا لهذه الاستضافه، مساء الخير لك ولكل المستمعين وضيفك الكريم. ما يحكى عن تردد في اعلان الموقف الروسي هو ليس تردد في الحقيقه، انما هذا يعكس الجديه الروسيه في ايجاد يعني ما يمكن ان نسميه فعلا يعني قنوات للموضوع الانساني بحسب ما يعني يتداول كثيرا في وسائل الاعلام، وهذه فرصة جديدة أيضا لكي يكون هناك أمام واشنطن يعني المزيد من الوقت لكي تفصل ما بين ما تسميه المعارضة المعتدلة وما بين المجموعات الإرهابية، وبالتالي يفرج عن الناس الذين يحتجزون كرهائن في الأحياء الشرقية لحلب. إذا ما نجحت هذه الخطوة فتكون روسيا بذلك قد يعني وصلت إلى ما تريده في هذا المعنى، أما إذا بقيت الأمور على ما هي عليه فلا أعتقد أن روسيا سوف تحاول مجددا مثل هذا الإجراء. نعم أستاذ فيصل، اسمح لي أن أرحب في ضيفي من موسكو أستاذ رائد جبر، مرحبا بك أيضا.
تحياتي، مساء الخير لك ولبيتك الكريم. نعم أستاذ رائد، لا أدري إذا كنت تتفق مع الأستاذ فيصل، يعني الحديث عن روسيا ترددها في إعلان هذا الوقف، يعني لربما قالت أو قال الكرملين أنه لن يكون هناك تمديد الوقف بعد يوم كان هناك إعلان عن هدنة جديدة، يعني وتأتي هذه الهدنة بعد أن فشل البيان الذي أعلنه فيتالي تشوركن في مجلس الأمن ليكون هناك وقف لثمانية أيام. نعم، في الحقيقة أنا أتفق طبعا مع ضيفي الكريم في وصفه أن هذه فرصة جديدة. أنا أعتقد أنها الفرصة الأخيرة تكون، ليس الولايات المتحدة، الحديث الآن يدور عن المعارضة نفسها، المعارضة المسلحة في مناطق شرق حلب، لأن وزارة الدفاع أعلنت بوضوح أنها توجهت بشكل مباشر إلى هذه المجموعات، يعني منحتها فرصة للخروج في استخدام هذا الوقت للخروج. إذا نحن أمام تمهل روسي، يعني لا أذكر كثيرا مع تعبير التردد، أعتقد أن تمهل روسي خلال الفترة الماضية من أجل توفير الظروف الكافية إما لتحقيق تقدم، يعني انتصار بمعنى خروج المقاتلين، هذا سيكون انتصار طبعا لروسيا، أو التحضير لعملية عسكرية. يعني وأنا أعتقد أن الأمور تتجه في هذا الاتجاه، ربما ليس بالطريقه التي يصورها الغرب الان، عمليه عسكريه واسعه النطاق سوف تبدا لحظه الانتخابات او يوم الانتخابات في الولايات المتحده كما ورد في بعض الصحف الغربيه، يعني ربما لا يكون نفس هذا السيناريو، لكن نحن بطبيعه الحال امام فرصه اخيره موسكو تراجع حساباتها، وهي لن تمدد هذه الهدن الى ما لا نهايه. اما نطلب فك الارتباط بين النصره والمجموعات المسلحه الاخرى فهو ما زال طبعا شائك، حتى الكرملين نفسه اعترف قبل ايام ان هذا امر ليس واقعيا، يعني لا يمكن المراهنه عليه. والمصادر الروسيه، وسائل الاعلام الخارجيه، وزاره الدفاع، كلها عندما تتحدث عن المعارضه المعتدله فهي تصفها بانه ما يوصف، تقول عنها ما يوصف بانه معارضه معتدله، اذا هي لا تعترف بان هناك في حلب معارضة معتدلة. المنطق الروسي يقوم على أن كل المسلحين إرهابيين، وأنه يجب القضاء عليهم أو انسحابهم من المدينة. يكفي النظرة إلى الممرين، يعني أنه اللذين أعلنت عنهما موسكو، واحد باتجاه حدود تركيا، واحد باتجاه إدلب. إذن هذا هو تعامل موسكو مع كل المسلحين في حلب، أنه كلهم إرهابيين، وإما أن يفروا باتجاه الأراضي التركية أو يذهبوا إلى إدلب حيث جرت النصرة. إذن نحن أمام نفس المنطق، وأنا أعتقد أن نحن مقصودين على تصعيد عسكري، لأن هذه الهدنة كما سابقاتها لم تنجح، والأسباب لوجستية، بمعنى أنه فك الارتباط ليس ممكنا بطبيعة الحال، ليس ممكنا. الحديث عن 300 أو 400 مقاتل من جرة النصرة لا يبرر طبعا حصار المدينة بهذه الطريقة، ولا يبرر يعني الان تاكيدات موسكو خلال الفتره الاخيره ان هناك الاف المقاتلين او الاف الارهابيين الذين يجب القضاء عليهم في حلب. نعم، سأعود إليك أستاذ فيصل، يعني يبدو أن هناك اتفاق بينكما على أن روسيا الآن تطرح آخر ورقة في السيطرة على حلب بشكل سياسي، يعني برأيك أستاذ فيصل عندما طرحت هذه الورقة موسكو اليوم بشكل أحادي، يعني هل هي تعتقد أن هذه الورقة ستكون ورقة ناجحة أم أنها ترميها في آخر نقطة حتى تقول للمجتمع الدولي أنها بذلت ما تستطيع لتفادي الملحمة الكبرى أو معركة آخر زمان في حلب؟ هلا طبعا المصطلحات التي تتداول في وسائل الإعلام كمثل ملحمة حلب أو معارك آخر زمان أو معركة آخر زمان، لا أعتقد أن يعني أن مثل هذا التوصيف ممكن أن يكون يعني هو تعبير عن حدة معينة منتظرة، لكن عمليا روسيا بذلت الكثير من الجهود في هذا الإطار، لكن الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفي بأي من الوعود التي قطعتها سابقا، سواء في التفاهم الأمريكي الروسي أو في بعض التصريحات الأمريكية، وبالتالي روسيا أمام معادلة لا يمكن يعني بعد الآن أن تبقى أسيرة لمثل هذا، يعني لمثل هذا الأمر، يعني بمعنى أنها يعني تبتز بشكل دائم تحت العنوان الإنساني، تبتز الدولة السورية تحت العنوان الإنساني، يثار المجتمع الدولي تحت العنوان الإنساني،
تقوم التصريحات ولا تقعد تحت العنوان الإنساني، وكأن الإنسانية محصورة فقط في هذه المنطقة من العالم التي اسمها الأحياء الشرقية في حلب، علما أن الكثير من المناطق، يعني اليمن برمته محاصر ولا أحد يتحدث عن الموضوع الإنساني، سوريا عقوبات اقتصادية وحرب مدمرة لا أحد يتحدث عن الموضوع الإنساني. إذن أدركت روسيا أن استعمال مثل هذا السلاح بوجهها بشكل دائم وتحريك ما يسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأسطول الإعلامي الذي ينتشر حول العالم والذي يستخدم مثل هذه العبارات إنما هو محاولة لثني روسيا عن القيام بأي عمل عسكري بالتنسيق مع الدولة السورية. وبالتالي أعتقد أن الروس وصلوا إلى قناعة أنه لا يمكن يعني إبقاء الأمر على ما هو عليه، وبالتالي يجب أن يكون هناك حسما معينا في هذا الإطار. لذلك توجهت وزارة الدفاع الروسية إلى يعني المعارضة المسلحة على اختلافها، مع أنه يعني سبق أضاء يعني تفضل الأستاذ رائد جبر من موسكو أنه بنظر موسكو كل هؤلاء إرهابيين وليس هناك معارضة معتدلة، بل كلهم يشاركون في الأعمال الإرهابية من وجهة نظر روسيا. على كل حال حتى روسيا التي تراعي بين قوسين دائما تقول ما يسمى بالمعارضة المعتدلة، لكن هؤلاء يعني عمليا قاموا بالأيام الأخيرة الماضية بأكثر من 9 عمليات انتحارية بواسطة عربات عسكرية مفخخة مذهلة يعني على المستوى الفعل الميداني، ويقومون بأعمال عسكرية يمنعون الناس من الخروج عبر المعابر الآمنة. وبالتالي لا يمكن أن يبقى العالم كله يتفرج يعني أمام مجموعات مصنفة ومعروفة الأهداف وتبتز كل هذا العالم تحت العنوان الإنساني. لذلك أقول أن روسيا عندما قامت بهذه المبادرة بشكل أحادي سبقت أن أعطت إشارات إيجابية أيضا، هي من مدة أكثر من 9 أو 10 أيام لم تقم بأي غارة، لم يحلق الطيران الروسي ولا الطيران السوري فوق هذه المناطق، وبالتالي المعارضة المسلحة باختلاف أنواعها لم تقم بأي عمل إيجابي من شأنه أن يقول أن هؤلاء ممكن أن يتراجعوا عن الأفعال العسكرية وأن يعني يقبلوا بتسوية معينة يخرجون بموجبها أو يستسلموا بموجبها. وبالتالي يعني لابد أن نواجه يعني بحسب يعني ما أظن وما أعتقد أننا ذاهبون إلى عمل عسكري لا محالة. نعم أستاذ رائد سأنتقل إليك، لا أدري إذا كنت تتفق أيضا مع ما طرحه الأستاذ فيصل، ولكن لماذا تعتقد موسكو أن خطتها ستنجح هذه المرة وإذا كنت ترى أنها تعتقد ذلك؟ يعني أنا لا أرى أن موسكو تعتقد أن خطتها ستنجح، بالعكس من ذلك أنا أرى أن موسكو تجمع الآن تحشر كل التحضير الدولي، يعني وسائل آليات التحضير الدولي من ناحية أنها أعطت الفرصة الأخيرة حتى النفس الأخير، صبرت ومنحت مهلات وهدنات وما إلى ذلك. أيضا أن هذه المعارضة التي يدافع عنها البعض، يعني هكذا هو الشعارات أو الرأي الروسية، يعني هذه المعارضة التي يدافع عنها البعض تقصف أحياء حلب الغربية ويسقط مدنيون وما إلى ذلك. طبعا أنا لا يمكن أن أتفق أبدا مع سقوط مدنيون لا في أحياء حلب الغربية ولا في أحياء حلب الشرقية بطبيعة الحال، برغم أن اليوم الأستاذ أنس عبدة طالب الأمم المتحدة بتحقيق جدي وقال أن المعارضة السورية لم تكسر يعني منشآت حيوية مثل المستشفيات والمدارس وما إلى ذلك، وأن تركز جهدها على قصف المناطق العسكرية. في كل الأحوال هذا ليس الموضوع الرئيسي، الموضوع الرئيسي أن موسكو أنا أعتقد أنها يعني تحشد الآن كل الذرائع من أجل تبرير عملتها العسكرية المقبلة. هي لا تراهن على نجاح هذه العملية لأنه خلال 16 يوم حتى الآن هناك 7 ممرات كانت مفتوحة لم يخرج منها إلا قلة قليلة جدا يعني ظروف مختلفة، إنما لا مسلحين خرجوا ولا مدنيين خرجوا. إذن نحن أمام مشهد تحضيري ليس أكثر من ذلك. النقطة الثانية أردت أن أشار إليها، طبعا أنا لا أتفق مع الأستاذ فيصل
لتوصيفه حول الحالة الإنسانية، لأنه الحالة الإنسانية لا تقتصر فقط الآن موضوع حلب الشرقية ساخن بطبيعة الحال، ولكن لا تقتصر على حلب الشرقية، يعني إنه بعد 5 سنوات وأكثر من 5 سنوات وبعد أكثر من 1 مليون قتيل و11 مليون مهجر و70% من بنى التحتية في البلد مدمر، نتحدث إنه هل الحالة الإنسانية مهمة أو لا؟ طبعا الحالة الإنسانية مهمة ويجب في التعامل معها، وروسيا لا تراعي الوضع الإنساني، هذا أمر يعني برغم كل يعني علامات الاستفهام التي يمكن أن توضع على السياسة الغربية عموما في المنطقة العربية وفي خارج المنطقة العربية، لكن على الأقل هناك حريات، هناك صحفية، هناك منظمات حقوقية تعلو بالصوت عندما يتم انتهاك حقوق الإنسان، عندما جرى حقوق انتهاك الإنسان في أثناء الغزو العراق من كشف هذه الانتهاكات هي وسائل الإعلام الغربية الأمريكية تحديدا والأوروبية، إنما اليوم عندما روسيا تقوم بانتهاك حقوق الإنسان يوميا وارتكاب جرائم حرب في سوريا لن تكشف الصحافة الروسية، لن تكشف ذلك. هذه مشكلة، نحن أمام مشكلة جدية، إنه طيب يعني لنكون متوازنين وعادلين في التعامل مع هذه المشكلة. نعم أستاذ رائد، يعني حتى نعود إلى صلب هذه النقطة التي نتحدث عنها وهي الخطة الروسية في المحور الأول، يعني سأعود إليك أستاذ فيصل، وربما ما تفضلت به كان له فيما يخص الضغوط التي تمارس على روسيا كان له دور في تصرفاتها وتصريحاتها بالفترة الأخيرة، يعني برأيك كيف أثر ذلك على وقف القصف في حلب تحديدا؟ يعني هل روسيا أيضا تحاول تفادي القيام بالعمل العسكري بشكل جدي؟ يعني ممكن هنا أن أشير إلى ملاحظة، أنا لم أقل أن الموضوع الإنساني غير مهم، لكن قلت أن الموضوع الإنساني لا يتحرك إلا في مناطق معينة ويترك في كثير من المناطق في العالم، إذن الموضوع الإنساني يعني هو أيضا موضوع توظيف وليس موضوع مبدئي، لو كان موضوعا مبدئيا العالم كله انتفض ضد الحروب التي تجري في المنطقة، لأن الحروب بجميعها هي حروب عبثية لا إنسانية. صحيح أن كلمة لا إنسانية منسوبة إلى الإنسان، حيث أن الإنسان الذي يقوم بمثل هذه الأعمال، لكنها من الطبيعة الطارئة على الإنسانية وليس الطبيعة الأصلية. الطبيعة الأصلية أن يكون الإنسان مسالما، لكن مع الأسف الشديد ما يحصل الآن في هذا العالم هو لا إنساني بامتياز، يعني في اليمن، في العراق، في ليبيا، في سوريا، في مصر، في كل هذه المنطقة وفي كل سائر العالم يعني بطبيعة الحال. لكن أعود إلى يعني موضوع الضغوط التي تمارس على روسيا، وهنا يعني لابد لي من ملاحظة أيضا أن هناك يعني كثيرون من ينتقد روسيا بأنها أعطت الفرص كثيرا وكثيرا، وربما من 28 شباط الفائت يعني نحن أمام 8 أشهر عمليا أعطي فيها هذا المجتمع الدولي الكثير من الفرص للضغط على المعارضة المسلحة في سوريا وعلى الدول التي تدعمها بأن تتوقف عن الدعم وإيجاد حلول سياسية أو إيجاد مبادرات معينة من شأنها أن تخفف وطأة الحرب المشتعلة وأن يعني تخفف من الضحايا الذين يسقطون كائنا من كانوا هؤلاء الضحايا، مدنيين أو مسلحين أو من الجيش السوري أو من المقاومة اللبنانية أو إلى آخره. لكن للأسف الشديد ليس هناك جدية في هذا المجتمع الدولي، وليس هناك من جدية واضحة لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي تستنسب الأعمال العسكرية وتستنسب التحالفات بحسب ما يعني تحقق أهدافها. فمثلا نراها في العراق تقود هي التحالف الدولي وتؤمن غطاء جويا للجيش العراقي على سبيل المثال، وهو الجيش العراقي الآن على أبواب مدينة الموصل، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية طرحت منذ زمن بعيد مثلا أنها ستقوم بضرب معقل داعش في سوريا وهو الرقة، حتى الآن لم يتصرفوا بأي فعل مما يؤدي فعلا إلى هذه الأهداف. إذن العملية كلها في سوريا هي عملية مختلفة تماما، وذلك لطبيعة الأهداف المطروحة من قبل المجموعات المسلحة من جهة وداعميها من الدول والمجتمع الدولي من جهة أخرى. هل روسيا استجابت لمثل هذه الضغوط فقط؟ نعم. أم أنها فعلا يعني هي كانت صادقة فيما توجهت به من مهل، يعني سواء في 28 شباط حيث أوقفت
زحف الجيش السوري واستطاع المعارضون أن يلفظوا أنفاسهم من جديد ويعودوا بزخم أكثر بكثير يعني قوة مما كانوا عليه في المرحلة السابقة. فهذا أمر يعني قلت أنه يعني مسار تساؤل لدى كثيرين. الآن روسيا ماذا تريد الآن في هذه اللحظة من تمديد للمهلة الإنسانية أو أعطاء فرصة أخيرة للمهلة الإنسانية؟ هل ستقوم بعمل عسكري من شأنه أن يقلب الأمور رأسا على عقب؟ هل أن روسيا إذا ما قررت فعلا أنها لا تريد أن تعطي المعنى الإنساني أي قيمة في هذا الإطار؟ لا أعتقد أن هذا الأمر يعني قد يكون في ذهن الروسي. الروسي يحرص على حقوق الإنسان ويحرص على أن لا يكون هناك عدد كبير من الضحايا، لكن في نهاية المطاف آخر الدواء الكي، ولا يمكن لدولة بقوة روسيا ومكانة روسيا أن تبقى بعض الأحياء في حلب إلى الآن يعني عصية على التحرير وعصية على الاستعادة تحت عناوين متعددة. يعني سنتحدث عن هذه النقطة في المحور الثاني، ولكن اسمح لي أن أعود أيضا للأستاذ رائد حتى لا أكون قد أطلت عليك. أستاذ رائد، برأيك هل هناك علاقة للضغوط التي تتعرض لها روسيا في تصرفاتها وتصريحاتها الأخيرة؟ لا، يعني هو روسيا طبعا تخوض مواجهه الان كبرى مع الغرب لاسباب مختلفه، يعني سياساتها الاقليميه اوكرانيا وغيرها، سياساتها الدوليه، طموحاتها طبعا ان تعود كقوه فاعله واساسيه في المجتمع الدولي في النظام الدولي الجديد. هذا امر مفهوم ومبرر طبعا، يعني يمكن تبريره ويمكن تفهمه ان يكون لكل دوله مصالح وتدافع عنها. بالمناسبه عندما ارسلت سوريا روسيا عبر قواتها الى سوريا في البدايه، تحدث بوتين واكثر من مسؤول روسي بشكل واضح ومباشر انه نحن هنا لندافع عن مصالحنا وليس عن بشار الاسد ولا عن غير بشار الاسد. اذا هذا امر مفهوم، لكن المشكله الرئيسيه التي تواجهنا الان هي يعني عدم الاعتراف بان ما يحصل في سوريا منذ 5 سنوات او اقل قليلا، يعني عندما بدات المواجهه المسلحه، هو ليس حرب على الارهاب. هذه كذبه كبرى. ما يحصل في سوريا هي حرب اهليه، روسيا بامتياز شريك او يعني طرف اساسي في هذه الحرب الاهليه، هي انحازت الى طرف وارسلت قوات لمساعدته. عندما اعلن الرئيس فلاديمير بوتين سحب القوات الروسيه البلديه من سوريا في مارس من هذا العام، هو قال بالحرف الواحد ان روسيا انجزت مهمتها في القضاء على الارهاب. اين هذه المهمه التي انجزت؟ يعني يجب ان نطرح هذا السؤال. ما زالت روسيا ترفع شعار مكافحه الارهاب في سوريا، يعني هي تكافح الارهاب في سوريا حتى لا ياتي الى روسيا، هذا هو الشعار المرفوع. حقيقه الامر ما يحصل الان هو حرب اهليه، لا يوجد ارهابيون في حلب، يعني باستثناء ربما بضعه يعني قله قليله صنفتها الامم المتحده مجلس الامن على لائحه الارهاب، لكن عموما المعارضه السوريه ليست ارهابيه، المعارضه السوريه حملت السلاح لانها اضطرت لحمل السلاح، ويجب ان نعيد الامور الى نطاقها الصحيح الحقيقي. هناك حرب اهليه روسيا طرف فيها، وانا كنت اتمنى ان اشارك الاستاذ فيصل في تفاؤل بنيات روسيا، لكن في الواقع روسيا تبحث عن مصالحها، لا تبحث عن مصالح اي طرف اخر. ولا بما في ذلك الاطراف العربيه بطبيعه الحال في المنطقه. نعم أستاذ فيصل، يعني سأعود إليك، وربما أنت دخلت في المحور الثاني فيما تحدثت عنه، وهل هي حلب عصية على روسيا أم لا، وأيضا ما تحدث عنه الأستاذ رائد، يعني المصالح بشكل عام هي المفهوم الوحيد الذي تفهمه هذه الدول وهذه الأنظمة سواء داخل أو خارج المنطقة العربية. كان هناك حديث عن اتفاق روسي تركي في حلب تحديدا، ونشهد تغاضي من قبل روسيا عن التوغل التركي في الشمال السوري. يعني أيضا تحدثت صحف بريطانية أن هناك اتفاق روسي تركي في حلب تحديدا على أن لا يكون هناك سيطرة للنظام على بعض المناطق. برأيك ما مدى جدية ذلك إذا ما نظرنا إلى نظريات المصالح؟ يعني أولا نظرية المصالح لا أحد ينفيها في هذا العالم، لكن أن تكون المصالح على حساب الأوطان وعلى حساب الشعوب
هذا ما لا يمكن أن نقبل به. يعني لست أنا من يقبل به كمواطن، سواء كنت لبنانيا أو كنت سوريا. يعني يجب علينا أيضا أن نفكر بمصلحة الوطن بلحاظ مصالح الدول الإقليمية والدول الكبرى. لكن للأسف الشديد نحن الآن يعني دائما ما نقيم هذا الأمر بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا، وأنا أعتبر أننا بياضقة في أيدي الكبار، ونتصرف على هذا الأساس ونذهب بهذا الاتجاه كثيرا، ونغفل الجانب الوطني الذي هو أساس في هذا الموضوع. أن تكون هناك مصالح لدول تحفظ في بعض الأماكن، هذا ليس معيبا، وهذا موجود في تاريخ يعني في تاريخ البشرية. لكن أتتحول هذه المصالح يعني في مسألة توظيف الحروب وتوظيف السلام وتوظيف المجموعات المسلحة وتوظيف الأعمال العسكرية على حساب الأبرياء وعلى حساب الشعوب، فهذا أمر مرفوض. ولذلك أقول أن روسيا يعني لا يمكن لها أن تبقى في هذا الإطار الأحادي، يعني فقط المنظور منظور المصالح، يعني وتصبح يعني بذلك كأنها مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لا يهمها أي شيء يعني من بعد الطوفان. روسيا تميزت عن الولايات المتحدة الأمريكية ربما في السيرة السياسية عموما على مدار يعني السنوات الكثيرة الماضية، في أنها يعني تحافظ على مصالحها، تضغط باتجاه تحقيق مصالحها، لكن يعني أيضا دائما تحاول أن تلحظ الجانب الذي له علاقة أيضا بحفظ الأوطان، وهي لم تتدخل عسكريا في كثير من المناطق في العالم تحت هذا العنوان. على كل حال حتى لا أبتعد يعني كثيرا عن هذا الموضوع وأعود إلى مسألة الاتفاق التركي الروسي. قيل الكثير عن اتفاق تركي روسي، لكن الحقيقة لم يسرب أحد ما فحوى هذا الاتفاق، وكلنا علمنا بأن هذا الاتفاق هو بمثابة القبول بما قام به التركي من دخوله الأول عبر الأراضي إلى داخل الأراضي السورية تحت عنوان أنه يريد أن يمنع الشريط الكردي على الحدود التركية من جهة، وثانيا يريد أن يحارب داعش. تبين أن الموضوع مع داعش هو موضوع تنسيق وليس حرب، ولذلك خرجت داعش من جرابلس دون أي قتال، ودخلت القوات التركية وهي تدعم يعني ما يسمى فصيل المعارضة السورية الجيش السوري الحر. لكن حتى الآن تتحرج الأهداف التركية باتجاه التهديد بأنها تريد أن تدخل إلى مدينة الباب التي تعتبر المعقل الأساسي لداعش، وهي قريبة جدا من حلب، وأيضا هي ليست بعيدة عن يعني نقاط الجيش العربي السوري، وليست بعيدة أيضا عن نقاط القوات ما يسمى بقوات الحماية الكردية. نعم. إذن عمليا هل روسيا هي مع هذا الجنوح التركي؟ نعم. أم أنها تنتظر أن يقوم الأتراك بمثل هذا العمل حتى يكون لها كلمة حاسمة في هذا الإطار؟ ماذا تعتقد؟ في تقديري يبدو أن أردوغان ذهب بعيدا في تفسيره ربما للقبول الروسي أو للتفهم الروسي لما كان يريد يعني من أهداف معينة، وتحديدا منع تواجد الأكراد على مقربة من الحدود التركية. هذا حصل، واستطاع يعني أردوغان بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الروس من جهة أخرى بإبعاد الكرد من غرب الفرات إلى شرق الفرات، وأعتقد أن هذا الأمر ممكن أن يكون مقبولا لدى الروسي ومقبولا بين قوسين لدى الأمريكي. لكن أن يذهب بعيدا ويهدد ويقول أن حلب يعني يجب أن تكون تحت سيطرة مجموعة معينة أو تحت سيطرة القوات التركية، فهذا أمر بالتأكيد لم يقبل به الروسي. نعم. وأردوغان يفهم هذا الأمر جيدا. نعم. أستاذ رائد، سأعود إليك برأيك في أيضا في إطار هذه الحديث عن اتفاق تركي وروسي في حلب، ويعني ربما أنت أيضا مقرب من الصحافة الروسية في موسكو، يعني تحدثت مصادر صحفية متعددة عن اتفاق تركي روسي في منطقة حلب. برأيك هل لذلك علاقة بميل موسكو في الفترة الأخيرة لوقف الطيران في المنطقة، وهل له أيضا علاقة بحقيقة توجه السفن الروسية وتأخرها في الوصول إلى منطقة شرق المتوسط؟
لا اعتقد انه هذين الامرين مرتبطان، يعني بالعكس من ذلك. اعتقد انه هناك تفاهم روسي امريكي، روسي تركي عفوا، تكتيكي، بمعنى انه هناك عدد من المهمات التكتيكيه تم الاتفاق عليها. بالمناسبه روسيا اعلنت قبل يومين عن تنسيق استخبارات كامل مع العمليه درع الفرات، يعني بمعنى ان روسيا تزود الاتراك بمعلومات من اجل زياده فعاليه هذه العمليه. نعم. انما هناك اختلاف على القضايا الرئيسيه النهائيه، يعني قضايا التسويه النهائيه طبعا ما اختلاف عليها. يعني هناك خلاف على مساله دور ومصير بشار الاسد، هناك خلاف على طبيعه التسويه. نعم. استاذ رائد، يعني اذا سمحت لي، اذا ما تحدثنا فقط عن نقطه حلب، يعني هل فعلا تريد روسيا أن تكمل معركة حلب، أم أن هناك تفاهمات على أن تدخل في تهدئة على الأقل في هذا الوقت؟ لا، روسيا تريد إبعاد الجانب التركي عن موضوع حلب، يعني هي تريد أن تكتفي بموضوع تنسيق في بعض القضايا المتعلقة بعملية درع الفرات، بمعنى أنه إذا اقترب درع الفرات من الباب، يعني طبعا هذا التوجه التركي من أجل الاقتراب إلى مدينة الباب، يعني على مشارف حلب طبعا. نعم. روسيا لا ترحب كثيرا بتوسيع عملية درع الفرات. الآن ما يجري تنسيقه بين المسؤولين العسكريين، الخبراء العسكريين المدينة والأتراك، هو مسار هذه العملية واتجاهاتها وأهدافها، لأنه لذلك أنا قلت أن هناك اتفاق تكتيكي بين الطرفين، لكن نعم. هناك خلاف على بعض القضايا الأساسية التي تظهر أبعد من العملية نفسها العسكرية. نعم. حلب أريد أن أشير أيضا إلى نقطة، أنه الآن عندما تعلن موسكو عن فتح ممر من حلب إلى الحدود التركية، طبعا هذا بالتنسيق مع الجانب التركي. إذا هذا كان واحد من المحاور الأساسية، وربما تركيا في هذه النقطة قدمت يعني بعض التنازلات، أو على الأقل قدمت بعض التسهيلات من خطة التركية الروسية من أجل الإسهام. إذا كانت روسيا تريد أن تذهب بالفعل نحو عملية عسكرية واسعة، وهذا هو غالب الظن طبعا في حلب قريبا، فعلى الأقل يكون هناك ممر مفتوح باتجاه الحدود التركية، هذا بتعاون مع أنقرة. إنما أبعد من ذلك، لا أعتقد أن هناك كثير من الاتفاق على القضايا النهائية بين الطرفين. نعم. إذا عدت إليك أستاذ فيصل، لا أدري أولا إذا كنت تتفق مع الطرح الذي تفضل به الأستاذ رائد، ولكن يعني أيضا هناك حديث آخر يدور في الجانب الغربي أن روسيا تورطت في المستنقع السوري في حلب، وهي لا تريد أن تدخل هذه المعركة، على الأقل تريد أن تنهي هذه المعركة بأقل الخسائر والتكاليف، يعني هل تتفق أو تختلف مع هذا الطرح؟ ربما كان هذا الأمر سابقا مطروح لدى بعض يعني بعض الدول، وربما أيضا لدى يعني صاحب القرار في روسيا، بأن العملية العسكرية ممكن أن تقتصر فقط على شن الطائرات لغارات معينة، وتكف بعض الدول عن رفض المجموعات المسلحة يعني المزيد من الأسلحة وتضييق الخناق عليهم وإغلاق الحدود. وربما كانت يعني مقدر لدى الإدارة الروسية أن الأمر يمكن أن لا يستغرق هذا الوقت الطويل، لكن الأمور تغيرت بفعل ما جرى على المستوى الميداني، من أن الدول لم تقم بتجفيف يعني دعم هذه المجموعات، والحدود كانت لا تزال مفتوحة، وبالعكس تقدم هؤلاء المزيد من الأسلحة المتطورة، وهذا أمر ربما يعني أضاف تعقيدات إلى المشاركة الروسية، وأصبح لابد من مشاركة إضافية. طبعا حتى الآن المشاركة الروسية، حتى يكون هناك وضوح في الرؤية، نعم. يعني ليس هناك من مشاركة ميدانية بالمعنى الميداني البري، يعني المشاركة كلها تقتصر على الجيش العربي السوري وقوات الدفاع وما إلى شاكل، والمقاومة اللبنانية وبعض الفصائل العراقية المقاتلة، لكن عمليا الروس لم ينزلوا إلى أرض المعركة، هم لا زالوا يراقبون بالجو ويقومون به. هل تورطت روسيا على غرار ما يطرح من أن قد تكون هذه أفغانستان جديدة؟ لا أعتقد أن الروس يعني الآن يبحثون في مثل هذا الأمر، ولا هم بوارد أن تتحول الأمور إلى أفغانستان.
أعتقد أن الروس يستطيعون حسم الأمر لو أرادوا فعلا، أو لو كانت لديهم النية الكافية لحسم الأمور حتى بواسطة الطيران ممكن أن يتم هذا الأمر. فعلا لو لم يكن هناك هدنة في 28 شباط لكنا وصلنا إلى نهايات يعني مختلفة تماما عما يجري. أستاذ فيصل، يعني أنت تشكك في نية الروس الحقيقية لإنهاء هذه المعركة؟ أنا لا أشكك في نية الروس. نعم. أنا أقول أن الروس لم يستعملوا بعد كل ما لديهم، لأن الروس فعلا لو أرادوا يعني أن يستعملوا كل ما لديهم من قوة في هذا الإطار لكانت الأمور تغيرت بشكل كبير وكبير جدا، إلى حد أن يكون هناك تغييرا جذريا يعني. نعم. فهم يستطيعون على مستوى القدرات التسليحية وعلى مستوى الطائرات التي ترصد سماء المنطقة من أن تحاصر كل هذه المجموعات، لكن للأسف يعني يتبين أن هناك أيضا يعني ربما تباطؤ في إيجاد الحلول العسكرية السريعة، وهذا يمكن له علاقة بأن روسيا ممكن أن تضغط باتجاهات متعددة لتحقيق مكاسب معينة، ومن هنا ممكن أن نرى ما نسميه يعني منطق المصالح الذي يعني يحكى عنه كثيرا. نعم أستاذ فيصل، إذا ما عدت إليك أستاذ رائد، يعني في ظل هذه المعطيات يعني لماذا لا يؤخذ بالاعتبار إمكانية وجود خطة روسية تركية أصلا، يعني مع أنه هناك تسريبات في الصحف الغربية عن هذا الموضوع؟ يعني لا وجود لهذه الخطة، يعني حتى الآن لم ينجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق كامل على الأرض. يعني هناك اتفاقات تكتيكية على بعض المسارات لكن لا وجود لخطة أساسية. هذه تكهنات ربما تصدر بين الحين والآخر، ولكن حقيقة لا وجود هذه. لكن استحيلي أريد أن أشير إلى ما تفضل به الأستاذ فيصل، يعني عندما نتحدث عن عدم وجود الروس في ميدانيا على الأرض، طبعا هذا مخالف الحقيقة، لأنه منذ أكثر من عامين وقبل أن تعلن روسيا عن تدخلها الرسمي بشكل واضح ومعلن يعني في العسكري في سوريا، كان هناك أحاديث واضحة من جانب الخبراء العسكريين وحتى بعض المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية عن وجود خبراء عسكريين لدى كل المؤسسات السورية. الآن المؤسسات العسكرية أقصد المواقع يعني مختلف المواقع. الآن روسيا موجودة في الميدان، موجودة في المعركة. لا يمكن تجاهل أن روسيا تدير المعركة من كل جوانبها. ما الاتفاق أو التحالف القائم مع الجيش السوري ومع الإيرانيين مع حزب الله مع الأطراف الأخرى لا يعني كونه اتفاق على اتفاق ميداني، بمعنى هؤلاء خلفاء ميدانيين. إنما الخبراء العسكريين الروس أكثر من مرة أعلنت روسيا عن وفاة مقتل عدد من الأشخاص العسكريين. يعني ربما أستاذ رائد، يعني نعم ربما هم موجودون ولكن في جانب استشاراتي أو بسيطة، يعني لدرجة أنهم لم يشعروا بالتورط، يعني ربما ما إلى ذلك. يعني عندما يسقط مروحية يا سيدتي، عندما تسقط مروحية ويسقط فيها عسكريين روس وعاسي أطراف تدمر قبل فترة وقال أنه هذه المروحية كانت يعني استشارية، يعني كيف يمكن الحديث عن هذا الموضوع استشارة؟ طبعا روسيا مشاركة ميدانيا بمعنى كامل الكلمة، ليس فقط القوة الضائعة هي تأتي من الجو بطبيعة الحال، يعني برأيك هي المتورطة. روسيا موجودة ميدانيا وهناك إخفاء لعدد الضحايا، يعني أريد أن أقول لكن بشرة وللمستمعين الكرام ولضيفك الكريم أيضا حتى يعني تكون الأمور واضحة، أنه حتى الصحافة الروسية بعض الصحافة الروسية تشير أحيانا إلى سقوط ضحايا لا تعلن عنهم وزارة الدفاع الروسية. إذا نحن أمام مشهد حقيقي، يعني روسيا موجودة في الميدان، موجودة في المعركة، وروسيا بدأت هذه المعركة منذ وقت مبكر، يعني قبل حتى الإعلان عن تدخل الرسمي أو العلني في سبتمبر الماضي. نعم أستاذ رائد، يعني ربما دخلنا الآن في المحور الثالث وهو الحديث الميداني عن المعركة، واسمح لي أن أوجه السؤال هذا الأول في هذا المحور للأستاذ فيصل. يعني أستاذ فيصل، نشهد تحركات إيرانية وعراقية
أكثر من الدعم الروسي في المدينة السورية حلب مؤخرا، يعني هل لذلك علاقة في ربما عدم رضا بعض القيادات الإيرانية عن التدخلات الروسية في بعض المواقع؟ لا لا أعتقد أن الوجود الإيراني هو وجود، يعني كما تصفين الوجود الإيراني لازال وجودا استشاريا، وهو يعني ليس بالوجود الذي ممكن أن نقول أنه وجود عسكري بالمعنى الحقيقي. أما عن وجود فصائل عراقية، نعم الفصائل العراقية هي متواجدة وهي فصائل مقاتلة، والآن ربما يعني هذا الأمر يصبح بالنسبة للعراقيين أكثر حضورا في أذهانهم، لأنهم يرون أن المعركة ما بين سوريا والعراق هي معركة واحدة، ولا تختلف هذه المجموعات في استهدافها للعراق من قبل وسوريا بنفس الوتيرة، خصوصا الآن معنا بدء عملية الموصل. ربما يعني سيكون هناك استفسار لدى بعض الفصائل. نعم. هناك حديث إذا سمحت لي أيضا أستاذ فيصل، هناك حديث عن على الأقل 13,000 مقاتل من الحشد الشعبي يتجه إلى سوريا، يعني أيضا هناك يعني تدخلات من الجانب الإيراني وأيضا من الجانب العراقي، ربما لا نشاهد مثل هذا الدعم من الجانب الروسي. يعني وكان أيضا هناك حديث أيضا في إيران أنه ليس هناك رضا عام عما تقوم به روسيا من توجيهات وتدخلات على الأرض في الميدان. يعني لم أتابع ما يقال في إيران، لكن أنا أنقل لك نعم. يعني ما يثار من تساؤلات كثيرة هنا نعم. في لبنان وفي سوريا وفي العراق ربما أيضا، أن روسيا يعني لا تزال يعني تحاول أن تجد الكثير من المخارج السياسية، وهي صادقة في هذا الأمر. هذا لا ينقص من يعني جديتها وصدقيتها في أنها تريد القضاء على الإرهاب، نعم. لكنها كانت دائما تعطي الأولوية للمخارج السياسية. الآن الأمور اختلفت، هل ستبقى روسيا في هذه الزاوية أم أنها ستتحرك من زوايا أخرى؟ هذا السؤال يعني ستجيب عليه الإدارة الروسية، ولست أنا من يجيب عليه. أما بموضوع الانتقادات الإيرانية، لا أعتقد أن هناك انتقادا إيرانيا واضحا في هذا الإطار، لا على المستوى الرسمي نعم ولا على المستوى الصحافة الإيرانية. هلا إذا كان بعض المواقع هنا وهناك ممكن أن تطرح تساؤلات، فهذا لا يلزم الدولة الإيرانية في أي شيء. نعم. إيران وروسيا تفاهمتا على كثير من النقاط فيما خص الموضوع السوري، ولا تزال هذه التفاهمات قائمة، وبالتالي يعني روسيا لا تنفرد بما تقوم به في سوريا إلا بعد استشارة وبعد قبول الدولة السورية لطبيعة الدور الذي تقوم به. كما أن إيران أيضا في هذا الإطار ملزمة، وهي تراعي هذا الجانب أيضا، في أن الأمور يجب أن يكون متفاهم عليها ما بين روسيا وإيران وسوريا. إذن القول الفصل هو للقائد الميداني، والذي هو سوري بموجب يعني الواقع، يعني وحسب ما تعلمون أن هناك قائدا ميدانيا وهو الذي يعني يحسم الأمور. نعم. هلا موضوع وجود آلاف أو 10,000 أو 13,000، نعم. حقيقة لا أملك أرقام ولا أعرف يعني من أين تأتي هذه الأرقام أو من أين مصادرها. لو كان هناك فعلا نعم. أن الحشد الشعبي يريد أن يرسل 13,000 مقاتل إلى سوريا لكان أعلن هذا الأمر بشكل رسمي. أنا أقول لك عن بعض المجموعات العراقية والتي يعني يتداول اسمها بفرقة النجباء، يعني هذه الفرقة معروفة، يعني ليس لها علاقة مباشرة بالحشد الشعبي بالمعنى الدقيق للكلمة، وهي فرقة موجودة من قبل معركة الموصل، لكن الآن ممكن أن يزيد من عددها أو لا يزيد، لا أعرف، هذا خاضع لما تقبل به القيادة السورية. نعم. وبالتالي لا أحد يدخل إلى سوريا دون أن يكون هناك تنسيق مع الدولة السورية، على غرار ما يفعل حزب الله اللبناني، فهو لا يذهب إلى سوريا إلا بمشاورة وإذن وتنسيق مع الدولة السورية، وكذلك يفعل يعني العراقيون. نعم. هل الأمور متجهة نحو معركة كبيرة بهذا الإطار؟ أنا قلت نعم. لك أن الأمور تشي بأنه لا يمكن يعني وضع حد لما يجري الآن في
في حلب الشرقية، خصوصا أن حلب الغربية وأحيائها تتعرض يوميا للقصف من كل أنواع القذائف والمدفعية والصواريخ، وهناك العديد من الضحايا يسقطون يوميا، فلا بد أن يكون هناك حل في هذا الإطار. وأعتقد أن روسيا سوف تذهب إلى الحل العسكري، مكره أخاك لا بطل. نعم أستاذ فيصل، يعني حتى لا أطيل أيضا على الأستاذ رائد، لربما أجبت أيضا أنت على السؤال الآخر الذي كنت سأطرحه بعد هذا السؤال، ولكن اسمح لي أن أعود إلى الاجتماع الثلاثي لوزراء النظام وإيران وروسيا. وأستاذ رائد لا أدري، يعني خلي يكون وزراء سوريا وإيران وروسيا. إن شاء الله يكون في وزراء سوريا وإيران وروسيا في المرحلة المقبلة. أستاذ رائد، برأيك هذا الاجتماع الثلاثي ماذا يمكن أن يكون قد نتج عنه؟ يعني نتج عنه اتفاق عسكري طبعا، نتج عنه اتفاق على حرب، اتفاق على مزيد من الحرب ومزيد من إراقة الدماء، هذا هو ما نتج عنه. يعني أنا عندما أشار الأستاذ فيصل الآن أنه يكون سوري روسي إيراني، هو محق. يعني هو هذه أمنية لدى كل العرب ربما، أن يكون هناك أن تكون سوريا هي صاحبة القرار، لكن الحقيقة أنه ليس الأمر كذلك. عندما نتحدث الآن عن قبول الدولة السورية بالوجود، يعني ما يتم الأمور التي تحسن في قصرين وليس في دمشق، ليس في قصر الرئاسة. لنكن واضحين ولنكن صادقين، القائد الميداني للمعركة ليس سوريا، يعني هو قصر اجتماعي. القائد الميداني للمعركة هو قائد اجتماعي، وهو الذي يصدر البيانات ويرجعها للصحفيين يوميا باسم مركز قيادة التحالف وما إلى ذلك. يعني الأمور تتجه في هذا أو سارت في هذا الاتجاه، هي حقيقة، هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها في كل حال من الأحوال. لا يوجد حدود الدولة السورية الآن، لا يوجد حدود الحكومة السورية، هذه أثار، هذه نتائج سياسة بشار الأسد وما فعله خلال السنوات الخمس الماضية. يعني الآن يجب أن تكون الأمور واضحة، صاحب القرار الأعلى. يعني نحن ذاهبون إلى حرب أستاذ رائد. يعني نحن إلى تصعيد في حلب بطبيعة الحال. نحن متجهون إلى تصعيد في حلب. نحن متجهون إلى محاولة لحسم لقمع يعني سحق المعارضة المسلحة، حسم المعركة عسكريا. حسم المعركة عسكريا يبدأ من حلب وينتقل إلى المناطق الأخرى. روسيا وضعت هذا الهدف بصرف النظر يعني عن اختلافنا على فهم نيات روسيا، لكن روسيا وضعت هذا الهدف منذ البداية. وهي الآن تحشد كل الآليات التي ممكن من أجل توصل إليه حتى لا تبدو معزولة دوليا. إنما حقيقة الأمر أن ما يحصل هو هذا على الأرض. هناك محاولة لتحقيق إحراز نصر عسكري مباشر، وكل الحديث عن أنه المعارضة التزمت ولم تلتزم وقت إطلاق النار، من التزم وقت إطلاق النار خلال الأسابيع الماضية؟ حلب ما زالت تعاني، كل مناطق حلب ما زالت تعاني، كل سوريا ما زالت تعاني، الضحايا يسقطون يوميا، البراميل المتفجرة تسقط على الأحياء السكنية يوميا، لذلك لا يوجد هذا الحديث يعني بعيد جدا يعني عن الواقع، وأعتذر من الأستاذ فيصل طبعا، لكن هذا الحديث بعيد جدا عن الواقع، هذا حديث تبرير سياسي. روسيا مثل الولايات المتحدة مع فارق غياب مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي. هذه هي المشكلة الرئيسية التي نواجهها، أن روسيا الآن طرف في الحرب الأهلية السورية، لكن لا يوجد لدينا مؤسسات مجتمع مدني وحقوقي تنشر هذه ما يحصل الآن على الأرض السورية، وربما يعني يتم الاعتماد فقط على بعض الرسائل التي يرسلها النشطاء إلى الخارج، وهي بطبيعتها محدودة، يعني لا يمكن أن تكشف الحقيقة كاملة، الحقيقة كاملة مرة ومريرة ولا يمكن الإجاز عنها بوضع كلمات. نعم أستاذ رائد، ربما وصلنا إلى الدقائق الأخيرة في الحلقة، اسمح لي بأن أوجه هذا السؤال لكما ضيفي الكريمين، وهو السؤال الرئيسي في حلقتنا، وأبدأ معك أستاذ فيصل، برأيك كيف يمكن قراءة المحاولة الروسية الجديدة في حلب؟ يعني قلت أن هذه المحاولة ربما تكون الفرصة الأخيرة، يعني في موضوع أن يخرج هؤلاء من الأحياء الشرقية وأن يتركوا الناس
وأن تعود المدينة يعني إلى حد ما تحت سيطرة الدولة السورية. إذا لم يكن هناك من موافقة واستجابة، في اعتقادي أن الروس سوف يذهبون إلى الحل العسكري. نعم أستاذ رائد، أعود لك بنفس السؤال، برأيك كيف يمكن أن نقرأ هذه المحاولة الروسية الجديدة في حلب؟ أجد نفسي مضطرا طبعا للموافقة مع الأستاذ الكريم فيصل بأنه هذه الفرصة الأخيرة والروسيا تتجه نحو تصعيد عسكري. إنما طبعا روسيا وفرت الأدلة الكافية لتبرئة ساحتها أمام المجتمع الدولي، لأنه هناك إرهابيين وهناك يعني لابد من الذهاب نحو حسم عسكري في هذه المنطقة. هي تريد تجنب العزلة الدولية مرة أخرى بعدما كانت عانتها في مجلس الأمن وفي يعني محافل دولية أخرى. إذا نحن أمام تصعيد، وأعتقد أن هذه الهدنة لن تنجح، وللأسف ستثير مزيد من الدماء في حلب، في كل حلب وفي كل أراضي السوري. نعم، في نهاية هذه الحلقة يعني المحلل السياسي اللبناني أستاذ فيصل عبد الساتر، شكرا جزيلا لك، مدير مكتب صحيفة الحياة في موسكو. الأستاذ رائد جبر، شكرا جزيلا لك. مستمعينا، في ختام هذه الحلقة، لكم ولسوريا السلام. عاشت الثورة، سوريا مع الثورة.